أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 411 لسنة 2024 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني. ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على أن ينعقد مجلس النواب في الساعة 11 ظهر يوم 28 من ربيع الأول سنة 1446 هجرية، والموافق الأول من أكتوبر سنة 2024 ميلادية.